هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة. النجمة صفاء أبو السعود. صفاء أبو السعود. النجم أحمد صيام في يوميات صفصف. بعدين معاك في البيت ازعاج زي الزحمه في الشارع، اللي قالوا ارتجاج بوداني ما بقتش سامع. عايز طلباتك وبس، وما يهمكش اني اخس، وامتى بس هتحس واشوف اي تقدير. محسوبه بالدقيقه والثانيه، وقتنا ما صفصف حاجه تانيه، وقتنا ما صفصف حاجه تانيه. محسوبه بالدقيقه والثانيه، وقتنا ما صفصف حاجه تانيه. صفصف. تأليف أحمد الأصبي، إخراج تامر شحاتة. وقتنا مع صفصف حاجة تانية. حاجة تانية. أوف أوف، الدنيا حر جدا، الجو نار يا حبيبي نار. ولا الرطوبة صفصف، يا عيني على الرطوبة. يا سيدي على الرطوبة، أنا بشر عرق صفصف، بشر عرق. يا حاتم مليون مرة أقول لك أنت مش مهم. نعم أيوة، أنا بشرتي حساسة يا ناس. أيوة أنا غير كل الناس. حسساني يعني أنك أنت لقياني في الغابة ولا جايباني من فوق شجرة؟ ما كلنا ولاد تسعة صفصف. أنا زهقت يا عتوم ولازم نخرج برا، قعدة البيت حر جدا. وبره البيت حر اكتر واكتر، الشمس بره ما بترحمش. خلاص بسيطة قوي، نخرج بالليل. الشمس برضو موجودة بالليل. انت بتهزر يا حاتم، صح في شمس تكون موجودة بالليل برضو؟ حرارتها، انا اقصد حرارتها يعني بتفضل موجودة. بقولك ايه، ادخلي خدي دش. اسمه شاور. لا والله. وبعدين انا اخدت شاور الصبح وانا برشد استهلاك المياه، مش معقول اخد كذا شاور في اليوم، كده يبقى تبذير. صح والله عندك حق. شوفي بقى، احنا بالليل ننزل نتمشى على النيل شويه وتكون الحراره نزلت. والحر زي الشق، نهار وليل وقاسي، دقوا الشماسي على البلق، دقوا الشماسي. بنتي معقولة بتعملي ايه؟ مش سامعاني يا ستي، بغني دقوا الشماس. الهي الشماس تدق في راسك يا بعيدة، انا مش قاسي على الاغنية. انتي بتعملي ايه بجردة للمية ده؟ طالعة منك يا بعيدة، دي زي السكر والله. بص يا ستي، اني بديها مية تديني طراوة، الدنيا حر يا ستي، مليت الجردة المية وقلت ايه بقى، ارش مية قدام العمارة. يا سلام، وانت فاكرة ان كده الحرارة هتنزل هي والرطوبة؟ طبعا يا ستي، لما نرش المية الحرارة تنكسف على دمه وتستحي وتنزل. والمية اللي في الجردل دي مليها منين يا معقولة؟ يعني هكون مليها منين يا ستي، من الحنفية فضيت خيرك، حكم حنفيتني فيها سخن وفيها ساجة، كده سخن وكده ساجة. طب يا اختي، يا سخن يا ساجة، ده جهل وتبذير. الجهل في انك فاكرة ان رش المية على الارض بيخفف درجة الحرارة. لا يا معقولة، انت فاكرة انك لما ترش المية على ارض سخنة هتطلع لك هوا؟ لا طبعا، هتطلع لك صهد سخن. التبذير هو انك بتعملي كده بمية الحنفية. هو فين جوزك ده؟ جوزي لا استهاني، منتي هتبلغ عني ولا ايه؟ فين جوزك علشان يحضر لنا العربية؟ احنا خارجين انا وحاتم. جعفر فعلا مع حاتم بيه دلوقتي عند العربية. ما
رعشة برد تخش القلب في عز الحر تقول عواف. قربنا ليالي طواف. الله الله عليك يا جعفر وعلى مزاجك الحلو. الله عليك انتوا حلو قوي قوي. لما نشوف بقى الشحرورة مع وديع الصافي بيعملوا ايه. وديع جعفر. ايوه. اوعى تعترف عليا يا جعفر، فاهم؟ اوعى تعترف. اقول لك ايه، انطق انطق يا جعفر، بتعمل ايه بجردل الميه عند عربيتنا؟ اتكلم. اصل استاذ حاتم قال لي يا جعفر هات الجرد. انا إيه؟ انا قلت لك هات الجردل يا جعفر. انا وبعدين سي حاتم قال لي املى الجردل ميه من الحنفيه كمان. انا يا جعفر انا قلت لك املى الجردل الميه. انا لا عاد انا قلت لك املى لبن. لا قلت ميه. وقال لي كمان اغسل العربيه كويس وتوصى بالميه كمان. انا قلت لك توصى بالميه يا جعفر. انا وقال لي عشان انا خارج يا جعفر انا وصفصف مرتي. انا قلت لك اني متجوز صفصف. انا كمان. والله يا عال دي جريمه مكتمله الاركان. جريمه دي يا صفصف مكبره الموضوع ليه؟ هو غسل العربيه جريمه دلوقتي؟ طبعا عشان غسلتوها بالميه. بنغسل العربيه بايه؟ بكلونيا. حلو يا حاتم بيه، نغسلها بكلونيا. درش على العربيه كلونيا عشان تبقى ريحتها حلوه. امال ايه؟ يا استاذ يا محترم، شوفوا انتوا مستهلكتوا ميه قد ايه. انتوا غرقتوا المكان وده تبذير للميه. ده غير ان الميه الكتير بتجيب بارومه لصاج العربيه زي البارومة اللي ضربت مخ جعفر بالظبط. بقول لك يا جعفر، انت هتبقى تروح للسمكري بعد ما احنا نخرج يظبط لك بارومة مخك. ها ايه ده، اول مرة اعرف ان انا عندي مخ. جعفر لا فوق، مخك ده مهم قوي. ايه ده اللي بيسند العمة اللي على راسك. بس انتوا الاتنين بطلوا تهريج. ويلا يلا يا جعفر نشف العربية. واوعى اوعى تعمل كده تاني. حاضر سماح المرة دي يا استاذ صفصف، اخر مرة اعمل كده. اكيد طبعا يا صفصف، بعد العصبية والزعيق ده كله مش هنخرج وهنطلع بيتنا، صح؟ ازاي صح؟ بس انا قلت لك كده يا حاتم. كنتم مع يوميات صفصف، النجمة صفاء ابو السعود. أنا واحدة ذكية مليون في المية، شاطرة ورياضية مع حبايبي كتير. ما بلاش حلوة نهار، انت لفتي الأنظار وكعبي عالي عليكي بجد ومش هزار. أنا بنك المعلومات ودماغي تسوى ولفات. طب شخلي جيبك يا حلو، أنا ناقصلي حاجات. شخلي جيبك يا حلو، أنا عندي عزومات. صفصف بطولة حلمي فوده، مصطفى درويش، رانيا فتح الله، نجاح حسن، عبير مكاوي، لؤي سامي، ليلى عبد القادر. يوميات صفصف، موسيقى والحان سيد الشاعر، توزيع شريف حمدان، هندسه صوتيه محمد شعبان. يوميات صفصف تاليف احمد القصبي، اخراج تامر شحاته. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.